الموز والقصب، الحاجات اللي تستحمل السفر، فاهم؟ يا ابني انا لغايه دلوقتي كلمه عندكم دي بتعني بالنسبه لي بني سويف، ما تعنيش بالنسبه لي القاهره. انا بني سويفيه. حلو كلام، حلو كلام. الله يسعدك. البامبر انا عارفه كده كده. البنجر القصب من الصعيد صح؟ ايه الشهد ده؟ مانجا وشهد، ايه الشهد؟ الشهد اللي شبه الأناناس كم ترب؟ ولا انت قصدك الشمام؟ هو الشهد هو الشمام صح كده؟ انت بتقول شبه الاناناس، الاناناس في القاهرة ده زرعة تانية. بس الشهد بيكون طول شوية. انزل اشتري. طبعا انا مش هشبع عشان ما اكلتش كرب. ايه مش موجود؟ انا جبت رويس كراكس.
شايفين سعرة حرارية. خلاص عرفته. هلو، مش عشان اسمك ايه عشان ما جاش عندي. بص انا اهلا بيك بس انا الاسم ما جاش عندي. هاني مرمرية مرة. انا مش عارف انا بشرب مرمرية ليه، عشان عندي ارتجاع مريء والقولون مرتهب. مفيش احسن من ده. هيني عبد الله، تعبانة تعب بقاله حبة حلوين، بقاله 3 أيام هموت. طعمه حلو بتاع ده قوي. اسمها بتقول مرمية، مرمرية، مرمرية. سلامتك ان شاء الله تعدي على خير ان شاء الله. انا بخاف من حاجه واحده، سوري يعني، اعزكم الله واكرمكم، لما بيجي لي انها تبقى سهله في الحمام ههه